السلام عليكم حبايبكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تلاحظوا اليوم نهار تاع طوماطيش. بون هذا وين جابها لي راجلي. بون كاين تريتها، كاين كيما هادية نديرها انسوس طوماط. وهنا انا بديت كيما هذا راكم تشوفوا فيها رابيتها تانيك، نديرها المراقي هكا. والقشره ما نرميهاش، ندير انسوس طوماط للبيتزا تجي ولا اروع. وهنا الزريعه اللي نحيتها من طوماطيش نرميها في الجنان، مدنا تانيك طوماطيش. وهنايا تريت حبيبات باش نديرو طوماطيش معجون تاع طوماطيش فوالا. وهنا لازم يكونوا حبيبات يكونوا طيبين ويكونوا شادين روحهم هكايا. نكمل انايا هكايا ونولي ليكم ان شاء الله باش نكملوا لا غوسيت تاعنا. والطريقه كيفاش حضرناها ودرناها في الثلاجة، انا نحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وانا بعد ما كملت كامل طوماطيش تاعي عملت لي ساشي ديالي، كنت وريت لكم النتيجه طريقه كيفاه، سواء تعمروها في لي ساشي سواء في لي كوبلي. وهنا القشره تاع الطوماطيش وانا الكميه اللي خرجت لي دوكا واش درت لها. هنا درت لها جوج حبات تاع البصل قطعتهم هكا بالطول، وزدت لها حبيبه تاع الثوم، ونزيدو لها وريقه تاع الروند، ونزيدو لها شويه تاع زعتر، ونزيدو لها مغيفه كبيره تاع الملح. وكي نرمو لها الملح دوكا واش ندير، نروح نفرخها في الكوكوطا ونعرف طنجرة تكون كبيرة، ونحطها فوق النار تكون متوسطة حتى طيب لنا القشرة باش نرحوها. وانا الطوماطيش تاعي بعد ما حطيتها فوق النار تكون متوسطة كما راكم تشوفو، هنا الطوماطيش طيب لي كريمة تاعها وفيها غير القشرة كما قلت لكم. نخليها لنا هكا طيب حتى تشرب لي كامل الما لي فيه باش نطفي عليها. فوالا الطوماطيش تاعي راهي طابت، هاي واجده وهكاك سخونه نرحوها لازم في رحيوه يدويه. فوالا هاني رحيتها، شوفوا قاومت تحصلت على لاصوص ديالي. فوالا دوكا انا واش نزيد لها، نزيد لها مغيفه تاع السكر فوالا، وندوقو ولا نزيد لها الملح. انا كيما ذقتها دوكا لقيتها شويه مسوسه، نزيد لها شويه تاع ملح فوالا، نزيد لها حق زوج مغارف تاع زيت فوالا، ونحرك ونعاود نطيحها فوق النار، زيد تغلي غير ياباك ونطفي عليها. فوالا هاذي تاعنا راهي واجده. فوالا هاذي طريقة تاع ماني لي رحناها. فوالا جاتني ما شاء الله. وانا بعد ما رحيتها هاي خشينة عاود رحيتها هنا في الرقيقة، وشوف كيش خرجت لي ما شاء الله كيما لي صباح. دوكا انا نكمل هكايا، نكمل نرحي كامل هادي لي راهي هنايا في رقيقه ونعاود نولي ليكم. وهنا بعد ما كملت فوالا دوكا نحكم لي كوبلي تاوعي ونعمرهم، نعمرهم هكايا. وهنا كي نسحق هكا نخدم بيتزا ولا تكون حاضره، يعني نحكم كاش كوبلي هكا فوالا ولا زوج تكون حاضره. وهنا نسيت ما قلتلكمش كي درنا القشره تاع الطوماطيش ودنا فيها البصل والثوم، وانا عندكم فلفله حلوه الحمراء ماشي الخضراء، فلفله حلوه الحمراء تقدروا تزيدوها لها، ندير لكم بنه ولا اروع. انا ما عندي سي بوسا ما درتلهاش فوالا. المهم انا نعطيك لكم لا بوسيت اكزاكت. فوالا انا نقعد نعمر دوكا لي كوبري تاوعي ونعاود نولي لكم ان شاء الله. وهنا بعد ما وجدت نحوها لي كوبري هكا ونحطوها في بارت مانجي سوا في لي ساشي، تجينا عمليه سهله. ان شاء الله الطريقه تاع لاصوص الطوماط اللي حضرتها معكم تكون سهله. القشره تاع الطوماطيش فوالا حضرنا اربع لاصوص طوماط. نلقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.